علوان، شلون تقدر تكتب وانت اكثر وقتك شغل؟ هو بثناء الشغل يصير الكتابات، بثناء يعني الشغل الالهام، بثناء الشغل هو هم تلهينا عن العمل بثناء العمل، وهم انا اكتب بيه بالوقت هذا مال العمل اللي اطلع بيه اكتب بيه بالليل، وبالهاي ما اكتب بالليل. شنو عملك؟ انا شو اسمه سائق. ها اي شوف مرات مواضيع تكتب عليها. اكيد هو هسه هو احنا يعني انا بالنسبه لي كتابه الصوره اللي هي موجوده تنلمس بالشارع وبالها، فهاي يصير قدامه هواي مواقف وهواي هاي نجسدها احنا على الورق. هم فد يوم سوى حادث وانت جاي تكتب؟ لا لا لو تطبق على صفحه بس يقول له نازل ما انسى. جميل. تحسون البرامج الشعريه نصفتكم او لا؟ والله انا بالنسبه لي انا شو اسمه دخلت للوسط ب 2020، يعني هسه الحمد لله والشكر صار لي سنه ان شاء الله كل التوفيق يا رب.